في شهر فبراير سنة 2004 سافر صاحبنا إلى بريطانيا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. في بريطانيا توفي. خبر وفاته نزل كالصاعقة على معارفه وأحبابه في البحرين، وأيضاً على الناس اللي اختلفوا معاه فكرياً وسياسياً أو اختلفوا معاه حول أسلوب إدارته. لكن الكل أجمع على أن هذا الإنسان إنسان استثنائي وعنده معارف واطلاعات واسعة وأنه عنده إنجازات كثيرة للبحرين. حول سر اهتمام صاحبنا بالمتنبي، البعض قال هذا نتيجة ارتباط الطويل بالدكتور غازي القصيبي، البعض الآخر قال لا، هذا نتيجة العلاقة القوية اللي كانت تربطه مع حماة أبو زوجته شاعر البحرين الكبير الأستاذ المرحوم إبراهيم عبد الحسين العريض. حديثنا اليوم بيكون عن الوزير والفلكي والأديب المرحوم الأستاذ يوسف بن أحمد الشيراوي. اسمه بالكامل يوسف أحمد الفضلي الشيراوي، وهو من مواليد المحرق سنة 1927، ومن عائلة أعطت للبحرين رجال معروفين مثل الوجيه جاسم الشيراوي اللي كان من جلساء حاكم البحرين الأسبق مغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكان أيضا ناشط اجتماعي وأيضا من الذين يعملون في المؤسسات الخيرية والأدبية. وعشان كذي الإنجليز زعلوا عليه وقرروا ينفونه من البحرين إلى الهند، وقعد في الهند سنتين قبل ما يعود. خلونا نتحكى شوي عن جذور أسرة الشيراوي. أسرة الشيراوي تعود جذورها إلى بر فارس العربي، والاسم منسوب إلى بلدة تشيرو الواقع على الساحل الشرقي للخليج العربي. وهذه تشيرو كانت قديما تحت حكم القبائل العربية من العبادلة. والمصادر التاريخية شو تقول عن تشيرو أو عن الشيراوي؟ تقول أن العائلة انتقلت من تشيرو إلى جزيرة قيس، ومن جزيرة قيس إلى لنجة، ومن لنجة جو البحرين. أول ما ابتدأ يوسف الشيراوي مسيرته العملية اشتغل مدرس في ثانوية المنامة، وكان هذا سنة 1950، أي عقب ما رجع من بيروت اللي أكمل فيها دراسة ثانوية في الانترناشنال كوليج، وأيضا دراسة الجامعية في جامعة بيروت الأمريكية وتخصص فيها في الكيمياء. في جامعة بيروت الأمريكية تزامل يوسف الشيراوي مع عدد من الطلبة الراديكاليين اللي صاروا فيما بعد زعماء حركة القوميين العرب من أمثال جورج حبش وأحمد خطيب السياسي الكويتي المعروف. في عمل التربوي أثبت يوسف الشيراوي إخلاصه وكفاءته ونزاهته، فقررت الحكومة الطرشة إلى بريطانيا لإكمال تعليمه الجامعي، وفعلا سافر بريطانيا وقعد هناك حتى سنة 1955، بعدين رجع إلى البحرين ويحمل درجة الماجستير في الكيمياء الصناعية من جامعة غلاسكو في اسكتلندا. زين، ايش سوى الشيراوي عقب ما رد البحرين؟ ما بين سنة 1955 أي سنة رجعته إلى البحرين وبين تاريخ وفاته سنة 2004، تقلد الشيراوي مناصب مرموقة كبيرة، فمن مساعد لمدير التعليم إلى مساعد سكرتير الدولة، والمساعد سكرتير الدولة إلى مدير لإدارة التنمية التابع لدائرة المالية في وقتها، فإلى رئيس التنمية والشؤون الهندسية. التاريخ يحفظ للشيراوي
أن أثناء عمله في المجال التربوي كان هو صاحب فكرة إنشاء القسم الداخلي في المدارس، لأن الطلبة كانوا يأتون من القرى وما كانت في ذيك الأيام مواصلات ترجعهم قراهم، فكان لازم يبنون أقسام داخلية حتى يسكن فيها الطلاب الجايين من القرى والبلدات الخارجية. هذا من مآثر الشيراوي المعروفة. بعد ما نالت البحرين استقلالها، أو لما استقلت البحرين سنة 1971، كان الشيراوي راكم خبرات كبيرة تأهله لدخول أول مجلس وزراء. في أول مجلس وزراء في البحرين سنة 1971 أعطوه حقيبة شؤون مجلس الوزراء وحقيبة التنمية، اللي صارت فيما بعد حقيبة الصناعة. هذه الوزارة قعد فيها الشيراوي من سنة 1971 حتى 1995. 1995 هذا التاريخ، يعني في هذا التاريخ ترك الشيراوي العمل الحكومي واتجه للعمل الخاص، سواء لمكتب استشارات. لكن المعلومات اللي تراكمت عند الشيراوي يعني كان من الصعب أن الحكومة تتخلى عنه، فصارت الحكومة يعني تستعين فيه في الكثير من الأعمال والمفاوضات الخاصة بصناعة النفط ومشاريع الصناعية. ونسينا أيضا نخبركم أن الشيراوي أثناء عمل الحكومي ما كان بس وزير، كان أيضا عضو للكثير من مجالس إدارات الشركات مثل بابكو وبنوكو وأيضا ألبا وشركة طيران الخليج، اللي هو من أحد مؤسسيها الكبار. من آثار الشيراوي الخالدة أيضا اللي ما تنسى حقيقة، واللي حقق فيها تطلعات الشعبين البحريني والسعودي وكل شعوب الخليج، هو جسر الملك فهد. عمل جبار بمساعدة طبعا الحكومتين السعودية والبحرينية، وبدعم من الدكتور غازي صيبي صديقه، وأيضا ربط أرخبيل البحرين بأراضي شبه الجزيرة العربية. في بداية حديثنا عن الشيراوي طرقت أنا لموضوع كتابه الفريد اللي اسمه المتنبي، من أشعاره وأسفاره. هذا كتاب يعني مهم جدا، الكتاب من إصدارات مركز الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة بن محرق، طلع بعد وفاة الشيراوي بأربعة أشهر، وكتب مقدمته الأديب السوداني الطيب الصالح، وراجع الدكتور غازي البصيبي، وأيضا أثرى مادته العلمية مجموعة من الأمراء والمفكرين، ومن بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيام ما كان يتولى إمارة الرياض. هذا الكتاب سوى ضجة كبيرة في أوساط المثقفين، وسبب لأن حقا هو كتاب فريد من نوعه. ما في أحد من قبل الشيراوي اتبع خطى المتنبي في رحلاته وأسفاره، من سمندو اللي هي بلغراد عاصمة جمهورية صربيا اليوم، إلى مدينة شيراز الإيرانية، طبعا مرورا بأنطاكيا واللاذقية وطرابلس وطبرية والحسكة وقنسرين وعنتاب وحلب وحمص ودمشق والمعرة وبغداد والكوفة والفسطاس القاهرة، بكل ما بين هالمدن من قرى وبلدات صغيرة. يعني بدأنا نلمس بعد الحرب العالمية الثانية انشطار في هذا العالم، من بين من هو غني ويزداد غناه ومن هو فقير ويزداد فقره، وهذا سببه العلم والصناعة. فبدأنا من ذاك الوقت نضع أسس لهذا الكتاب، نبي نعالج فيه يعني ما هي هذا الذي يسمى بالتكنولوجيا، ما هي التكنولوجيا، ليش بعض الشعوب هذا تطورت، ليش بعض الشعوب عجزت عن هذا الشيء. دكتور أسامة الخالدي في الفترة باحث كأكمل بحث الأكاديمي العلمي، يدرس العلوم النظرية، وأنا يعني بحكم وظيفتي بديت أهتم بصنع الأشياء. طبعا الحالة صنع الأشياء يحتاج إلى تكنولوجيا، فجمعنا الآن خبرتنا في هذا الكتاب
هو الشيء الذي يربط العلم والمعرفة بالصناعة الذي هو التكنولوجيا، فحاولنا أن نبسطه في هذا الكتاب. وأجمل واحد كتب كلام عن هذا المؤلف الفريد من نوعه كان الكاتب السوري محي الدين اللاذقاني، نشر كلام في أربعينية الشيراوي، وخلوني أقرأ عليكم نص هالكلام. انتهت رحلة هرب المتنبي من كافور في شهر آذار مارس من سنة 961 ميلادية. أما لماذا أحدد التاريخ بهذه الدقة والثقة؟ فلأني أعتمد على خبير في الفلك والتقاويم وشعر المتنبي، وهو الصديق الراحل يوسف أحمد الشيراوي الذي أتخيله في أربعينيته وهو يرفع أصابع كفه الأيمن إلى أعلى ثم يهبط عليها أفقيا وبأناقة خبير مؤتمرات بباطن كفه اليسرى وهو يقول منتزعا الحديث من الصاخبين حول المتنبي نقطة نظام نقطة نظام، وفورا يهدأ اللغط وتبدأ الشيراويات العميقة المتقنة بالتطاير كالفراشات لتضفي على الحوار نفحة قزحية ملونة بتنا يا أبا أحمد نفتقدها منذ غادرتنا قبل أن نستأذن في نقطة نظام نطالبك فيها أن تبقى معنا. كان يوسف الشيراوي عاشقا حقيقيا للتراث إلى درجة الهوس، وإذا ما كنتم تصدقون تعالوا نقرأ مناجات الشيراوي للدينار العربي الأول اللي صكه الخليفة عبد الملك بن مروان. يقول الشيراوي إنني أجد العزاء كل العزاء في النظر إلى الدنانير الإسلامية والتحدث إليها، وخصوصا في حالات الهم والغم التي تعتري الفرد العربي في هذا الزمن الحافل بالخلافات والتشرذم والتخلف التقن. أنظر إليها أي إلى الدنانير فأحس أني جالس في محل مرتفع يشرف على وادي الحضارة الإسلامية بغناها وألوانها وعطائها وجودتها، وأقلب واحدا من تلك الدنانير بين يدي وأتساءل ترى من استعمل هذا الدينار؟ هل هو دينار هند وقصتها مع الحجاج معروفة؟ هل دفع خراجا للرشيد عندما انحبس المطر عن بغداد فقال كلمته المشهورة أيتها السحابة اذهبي وامطري أنا شئت فخراجك سوف يأتي إلي؟ هل كان واحدا من ألف دينار دفعها سيف الدولة الحمداني لأبي الفرج الإصفهاني عندما قدم له كتاب الأغاني؟ هل هو الدينار الذي حصل عليه المتنبي مقابل قصيدته الدينارية؟ في يناير سنة 2000 تكلم الشيراوي أمام الملتقى الثقافي الرابع الذي انعقد في الكويت بالتنظيم من مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية. فشنه قال الشيراوي في هذا المنتدى يا ترى؟ تحدث عن أمور وكأنه يقرأ الغيب، وما تحمله الأيام لوطني الخليجي الكبير. قال ما نصه، أقرأ لكم نص الكلام اللي قال الشيراوي في هذا المنتدى، إن دول الخليج مطالبة باتباع مجموعة من السياسات الجديدة لمواجهة الألفية الثالثة، وذلك بالمحافظة على ثرواتها الطبيعية وضمان مستقبل الأجيال المقبلة والتفكير في توفير احتياجات المنطقة من الغذاء والماء. بعدين أضاف إن على دول الخليج أن تضع استراتيجية للتكامل فيما بينها واضعة في الاعتبار ما سوف تكون عليه الأوضاع في عام 2010 أو 2015، وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن دول الخليج في هذه الفترة سوف تصدر حوالي 20 مليون برميل من نفط يوميا مع ارتفاع كبير في عجوزات موازنتها العامة. في الوقت
الوقت الذي يتوقع فيه أن يدخل سوق العمل أكثر من 1,000,000 شخص. وفي النهاية، في نهاية كلامه في المنتدى، قال إن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية فيها 23 مادة، إذا طبقنا 10 مواد سوف يؤدي هذا تلقائياً إلى تحول الخليج إلى الاتحاد الكونفدرالي اللي احنا اليوم نطالب فيه. فانتقلت المعرفة والعلم الموجود في كل الحضارات، لأن هي حضارات اتصالات، إلى الحضارة الإسلامية، وظلت الحضارة الإسلامية النور الوحيد الذي يسطع في الحضارة الإنسانية من القرن الثامن إلى تقريبا القرن الثالث عشر إلى 400-500 سنة. لا علم إلا علم إسلامي، ولا كتاب إلا كتاب إسلامي، ولا تقنية إلا تقنية إسلامية، تكنولوجيا إلا تكنولوجيا إسلامية، سواء كانت من المسلمين، سواء كانت من العرب، أو من الشعوب التي انضمت، ما يهم. الصيدلة، فصل الصيدلة على الطب، كان حصلوا 400 دواء في 200 سنة. الكتب الصيدلة فيها 1,500 دواء، من أطراف الصين إلى أعلى الجبال إلى الأنهار، كل ما هو صالح للإنسان أخرجوه، جربوه، درسوه علميا وطبقوه. في النهاية خلوني أقص لكم هالقصة عن المرحوم يوسف الشراوي. مرة من المرات أثناء حرب الخليج ثارت بنته، عند بنت دكتورة، ثارت البنت على أبوها تقول له: ليش هالكثر مهتم بالتراث؟ التراث زين، لكن إيش فايدته في هالزمن اللي احنا نعيش فيه؟ تدرون إيش رد عليها الشراوي؟ طلب من بنته أن تحفظ البيتين التاليين: من لم يعد تاريخه في سره لم يدري حلو العيش من مره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعماراً إلى أعمار.